قال ما هو أسهل شرح لملحة الإعراب؟ ملحة الإعراب لها ثلاثة شروح: شرح يدرس للمبتدئين وهو شرح البحر، وشرح يدرس للمتوسطين وهو شرح الفاكهي، وشرح يدرس للمنتهين وهو ماذا؟ شرح الحريري نفسه. كم لها شروح إذن؟ ثلاثة شروح في غاية الأهمية، غاية الأهمية. الكتاب لماذا؟ لماذا بارك الله فيكم الناس يهتمون بملحة الإعراب؟ أول نظم صرفي ونحوي نظم في الدنيا، أول نظم في علم النحو والصرف ما هو؟ الملحة، أول نظم. لذلك الناس ماذا؟ الناس يقبلون عليه. ثانيا، من الأمر الذي جعل الناس يقبلون عليه أسلوبه الأدبي، أسلوبه الأدبي، أسلوب أدبي، يعني يحث على أخلاق وآداب، ويعني ماذا؟ تمثيلات طيبة. وإن يكون أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبث، يعني رجل ماذا؟ عنده ذوق أدبي رفيع، هذا هو. فيعني ماذا؟ أسلوبه جذاب. لذلك بارك الله فيك ماذا؟ هذا هو، هذا هو الكتاب. لو يقتنى شروحه. وأما بالنسبة للملحة يعني ماذا؟ إن درس، إن درست فنعم، وإن لم تدرس فهي ما بارك الله فيكم ماذا؟ كتاب يعني سهل فوائده، سهل فوائده، مجرد أن تقرأ تلصق الفائدة. حتى قيل في مثل الملحة هو مثل سهل الحفظ سريع التفلت، يعني يحفظ سريعا ويتفلت سريعا. هذا هو.